السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على حاجة تاني مفيدة ممكن نستعملها جوه تيمز. إني أنا لو عايزة أكريت سؤال بالمنظر ده، إن أنا ممكن أسأل حد مثلا الميعاد المناسب ليك إن إحنا نتقابل، الساعة 3 ولا الساعة 4، ونعمل فوتنج ليه والناس يردوا عليا بالشكل ده. إزاي نعملها؟ سهل جدا، إن أنا هاجي عند الشات وبعدين أكتب آت وبعدين أدوس F، هيطلع لي المنظر ده. ده بسهولة جدا انا ممكن اعمل فوتنج. هيقولي بقى انت عايزة تعملي ايه، فانا هكتب السؤال. شايفين السؤال موجود هنا ازاي؟ هكتب هنا بيقولي اكتب السؤال بتاعك قبل علامة الاستفهام دي، فهنقول له ميعاد مناسب مثلا. هكتب حتى بالعربي كده ميعاد مناسب للميتنج للاجتماع. وبعدين هقترح عليهم اوبشن 1 الساعة 3، واوبشن 2 هيبقى امسحها واكتب مثلا الساعة 5. وبعد كده هروح اعمل سنت. once اني انا عملت سند، هيطلع لي السؤال معمول بمنتهى السهولة، والناس اللي هيدخل لهم يقدروا يختاروا بقى هو الساعة كام، الساعة 3 ولا الساعة 5. فأنا مثلا لو الميعاد ده يناسبني أكتر هدوس عليه، وهيطلع عندي statistic وأخد إحصاء مين يقدر يعملها. شكرا.